هذه المحاصيل مصدر قوة عند الدول. القمح يزرع في منتصف شهر 11 ويحصد في شهر 3 بإجمالي إنتاج يصل أكثر عن 850 كيلو للفدان الواحد، وبقيمة محلية للكيلو الواحد تصل 800 بيسة. واسمع نتائج تجربة مزرعة الراك في زراعة القمح بالتنقيط. نظفنا الأرض من الحشائش الضارة وكبسنا الأرض ب 20 متر مكعب من السماد العضوي المعالج حراريا واللي يعادل 500 كيس سعة 40 لتر ومعاهن 100 كيلو من السوبر فوسفات المحبب، وحرثنا الأرض بملاي منه فيها ومدينا خطوط تنقيط بين الخط والآخر 40 سمتي وبين النقاط والآخر 20 سمتي، واحتقنا 40 كيلو من البذور الفدان الواحد، وزرعنا على بركة الله وأتبعناها ب 163 كيلو يوريا و50 كيلو من سلفات البوتاسيوم والعناصر الصغرى وفقا للجدول الأدنى. بمعنى أن القمح لابد أنه يحصل على كافة جرعاته من العناصر الكبرى قبل ظهور السنبلة، ورويت بمعدل 10 دقائق لكل قطعة في الفدان كل 3 أيام حسب وضع تربتي في المزرعة. وبعد 58 يوم من الزراعة ظهرت أول سنبلة في زرع، ونسأل الله تعالى البركة في الحصاد.